السلام عليكم. exam number 15 from the opposite figure, which of the following structures contain an acidic fluid؟ هو اكس دي urinary bladder، بيبقى فيها اليورين، واليورين ده يعتبر acidic فهتبقى اكس. طيب واي؟ واي بتديني alkali fluid contain fructose sugar، زد بتديني alkali fluid contain fructose sugar، ال اللي هي تستس ما قلناش فيها حاجة acidic فهتبقى اكس، ودي معلومة طبعا من تانية ثانوي ان اكس هي urinary bladder اللي هي بتعمل storing لليورين، واليورين يعتبر مادة acidic. The following table illustrates the concentration of glucose and glycogen for four people before and after eating similar meals. Which one of them was performing physical exercises؟ الجلوكوز المفروض يزيد بعد ما ناكل اي ميل. طيب لو هما يعمل physical exercise الجلايكوجين يحصل له ايه؟ يقل، او على اقل تقدير يستنى زي ما هو بس ما يزيدش. تمام، مستحيل الجسم هيخزن sugars وهو بيعمل physical exercises. ما يعمل physical exercise هيستهلك الشوجر، خصوصا لو كانت كميته معقولة. هنا الشوجر ليفل before eating meals فيهم كلهم تقريبا كان في النورمال، لان الايتينج، لان النورمال شوجر ليفل من 80 ل 120، فتقريبا في النورمال ما عدا نمبر بي. بعد ايتينج ميل الشوجر ليفل عالي، كلهم كده تمام مفيش مشكله، ده طبيعي. طيب نيجي نشوف بقى الجلايكوجين، هو عمل اكسرسايز فاكيد هيستهلك ده، مش هيزيد الجلايكوجين اللي موجود فيه الليفر. هل يزيد الجلايكوجين اللي موجود في الليفر؟ يعني هل دي تبقى صح؟ لا طبعا، ده كده معناه ان الجزء اللي زاد اتخزن، هو كده ما لعبش اكسرسايزز. هل يستنى الجلايكوجين زي ما هو؟ تمام، ممكن يستنى زي ما هو او يقل. جايبه كله الجلايكوجين بيزيد معدة واحدة بيستنى زي ما هو، فاختار اللي بيستنى زي ما هو. تمام، يبقى كمية الجلوكوز اللي هو اكلها استهلكها في الفيزيكال اكسرسايزز. تمام، خصوصا ان كمية الجلوكوز اللي اكلها دي ما كانتش كبيرة، اوريدي كده كده الجلوكوز ليفل كان في النورمال، فلو لعب فيزيكال اكسرسايز يا الجلايكوجين يا يقل يا ما يزيدش، بس مش يزيد. هل سي تحتمل ان هي تبقى صح، بحيث ان هو اكل كمية شوجرز كتير جدا رفعت الجلوكوز قوي 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 لدرجة ان تخزن منه جزء، والجزء ده يعتبر بسيط؟ لا، الادق طبعا هي اجابة نمبر بي. طالما هنلعب physical exercises logic هيتفرز ادرينالين، وادرينالين بيحفز على breaking down of glycogen، فيا الجلايكوجين يقل يا اما ما يحصلوش حاجه، لكن يزيد لا، حتى لو زياده قليله برضو لا، فتبقى الاجابه نمبر بي هي اللي صح. تمام، السؤال ده بقى يتحل بالسنس. شوفوا كده جوينت الهاب جوينت شكل اي واحد من دول. جايب لك مثلا ده اتنين مش متكاملين مع بعض خالص اهو. هو طبعا الهاب جوينت عباره عن هيد اوف فيمر مع اسيتابولم، يعني هيد مع كافيتي، يعني هو لازم يبقى الشكل ده. طيب او ممكن ده، بس ده بيلف في اتجاهين بس، ده بيلف في all directions، فهتبقى طبعا اجابة نمبر 2. وتخيل انا كنت جبت لكم الاشكال دي كذا مرة، يعني مثلا الشكل ده يبقى زي ني جوينت، يعني ممكن ده يبقى ني. تمام، عشان لو جابه في امتحان ممكن يبقى قلبه. تمام، ممكن يبقى ده بقى، ممكن يبقى مين؟ ممكن يبقى شولدر، ممكن يبقى هيب جوينت. تمام، ده وده مش جوينتس احنا اخدناها في المنهج، يعني دول الاتنين لا. تمام، ده ممكن يبقى شولدر، ممكن يبقى هيب، ده قلبه اند ني، عشان ده بيتحرك في وان دايركشن، لكن ده ان اول دايركشنز، ده هيلف في كل الدايركشنز. تمام، question كام ده مش عارفه. The variety of genetic traits on DNA is due to A. ليه في تنوع في genetic trait؟ asymmetry of sugar phosphate backbone، عشان sugar phosphate backbone asymmetric، ال OH الناحية دي والphosphate الناحية دي لا. presence of more than one type of chemical bonds،
لا طبعا، التنوع في سيكونس او ارينجمنت اوف نيتروجين بيز هو اللي بيديني تنوع في الصفات، لان كل ما تنوعت الارينجمنت كل ما ادتني انواع من البروتينز مختلفه، كل ما كان الليفنج اورجانيزم ده مور كومبلكس او بيدي انواع بروتين مختلفه. فطبعا في فاريشن اوف ارينجمنت اوف نيتروجين بيزز، هل presence of DNA في شكل double helix ده اللي بيعمل variation؟ لا طبعا مش هو ده اللي بيعمل variation، ده بيعمل stability of the genetic traits. Which of the following living organism can reproduce asexual by one type of gamete؟ هو مين ال asexual reproduction عن طريق ال gametes؟ parthenogenesis على طول. هو ال asexual reproductions هما مين؟ لازم بقى انت تفكر كده، reproduce asexual، تبتدي تحط في دماغك انواع ال asexual reproduction. binary fission مفهوش gametes خالص، budding مفهوش gametes، regeneration مفهوش gametes، مفهوش جاميتس، سبيروجوني مفهوش جاميتس، تيشو كالتشر مفهوش جاميتس، بقى بس بارسينوجينيسيس. بارسينوجينيسيس هو الاسكشوال ريبرودكشن عن طريق الجاميتس، عن طريق وان تايب اوف جاميت اللي هي الاوفا. يبقى هو هنا بيتكلم عن بارسينوجينيسيس، لان بارسينوجينيسيس بيتم عن طريق وان تايب اوف جاميتس اللي هي بالتحديد مين؟ اوفا. طب مين هنا بيعمل reproduction by parthenogenesis في male of aphid insect؟ يبقى هنا هو بيتكلم عن نوع من ال asexual reproduction عن طريق one type of gametes اللي هو مين؟ اللي هو parthenogenesis. مين هنا بيعمل parthenogenesis في male of aphid insect؟ طيب شوف الاختيارات التانية غلط. هل spirogyra بيعمل asexual reproduction عن طريق gametes؟ هو بيعمل asexual، ده العادي بتاعه، حاجة asexual reproduction، والsexual بيبقى عن طريق حاجة اسمها conjugation فملوش علاقة بده. polybodium هل بيعمل asexual reproduction عن طريق one type of gametes؟ هو بيعمل asexual reproduction عن طريق sporogony، وبيعمل sexual reproduction عن طريق sperms و ova، فده two types of gametes. male of aphid insect sexual reproduction اصلا ما فيش asexual reproduction. T lymphocytes are named by this name، طبعا لازم تستنتجوا. تمام، T أول حرف من thymus gland علشان هي بيحصل لها maturation in thymus gland. طيب احنا مش عارفين المعلومة، تعال نشوف الباقيين مش هيودوني لنفس الإجابة ليه. They are produced in bone marrow، إيه العلاقة ما بين bone marrow وحرف T؟ لا. They are stored in lymphatic nodes، إيه العلاقة ما بين lymphatic nodes وحرف T؟ They are circulate in the lymph، ما فيش ولا فيهم واحدة علاقة بحرف التي غير thymus gland. سؤال مش مستاهل أصلا إن أنا أشرحه. The following diagram illustrates two types of vital processes that occur inside the body، من DNA ل DNA replication، من DNA ل mRNA طبعا transcription، فتبقى إجابتها number D. If you know that the serum is considered as ready-made antibodies اللي هو المضاد الحيوي against pathogen، السيروم بيدي علاج fast سريع بس short term مش long term، مش على المدى الطويل، هيعالج المرض اللي موجود دلوقت بس مش هيديني علاج على المدى الطويل، بس سريع. While the vaccine is considered the pathogenic microbe itself in dead or weak form، ان انا باخد التطعيم هو الباثوجين نفسه. طب الباثوجين ده في شكل dead عشان انا محتاجة منه الانتيجين، والانتيجين هينبه الجسم يعمل memory cell، والميموري cells بتعيش في البلاد من 20 ل 30 years، فده long term. The long artificial immu in aqua is acquired by A، عشان اخد immunity بطريقة artificial ان انا اخد الفاكسين. تمام، طب تعال نشوف الاختيار. The infection with a dangerous disease، وانا لما اصاب بيه هاخد منه immunity، تمام كده، بس ده هتبقى natural immunity مش artificial. تمام، هتكوني memory cell، يبقى انا لما اصاب بالمرض هيتكون memory cell هيديني long term. تمام، بس هل ده natural ولا artificial؟ natural. يبقى انا لو اصبت وانا صغيرة بالحصبة already انا خدت منها immunity او خدت منها مناعة، زي بالظبط زي اللي خد التطعيم ضد الحصبة، بس انا خدت المناعة بشكل natural وهو خدها بشكل artificial. تمام،
الفاكسينيشن، الفاكسينيشن انا اخدت كده التطعيم ضد الحصبة، فانا اخدته بشكل ارتفيشال عشان هو طالب هنا ارتفيشال. طب لو طلب ناتشرال تبقى الاجابة نمبر ايه؟ repeating exposure to the infection دي برضو natural، لان انا تعرضت للانفكشن اكتر من مرة، تمام؟ طبعا لو تعرضت للانفكشن اكتر من مرة، اول مرة مش هتظهر الاعراض كلها، تاني مرة مش هتظهر الاعراض بس هتتكون ميموري سيل، تالت مرة هتتكون ميموري سيل اكتر، رابع مرة هتتكون ميموري سيل اكتر. انا طبعا مش هحس بالكلام ده، مش هحس ان انا اصبت اساسا بيه اكتر من مرة، لانه اوريدي مش هتظهر الاعراض، بس الجسم هو اللي هيحس بايه، زادت الميموري سيل وزاد الاميونيتي ضد المرض ده، تمام؟ زادت الميموري وزاد الاميونيتي ضده، فريبيتنج انفكشن يزود الميموري سيلز. زي بالظبط ما بدي الفاكسين مش على جرعه واحده، بيديه اكتر من جرعه. تبص تلاقي الطفل واخد تطعيم الحصبه عند سن شهرين، سن 4، سن 6، هي نفس التطعيم بياخده اكتر من مره. فاول مره لما بياخده بيبقى شديد عليه، بعد كده يبقى اقل، بعد كده يبقى اقل. الفكره ايه؟ الفكره ان انا اديته التطعيم اكتر من مره، كانه اتصاب بالمرض اكتر من مره، فيتكون عدد اكبر من الميموري سيلز. في كل مرة إصابة بتتقسم الميموري سيل لبلازما بي سيلز اند مور ميموري سيلز. يبقى كل مرة إصابة أول ما أصاب الميموري سيل دي بتديني إيه؟ بلازما بي سيلز، سوري، اند مور ميموري، هتديني مور ميموري. فكل ما تكرر عدد الاصابات كل ما تكونت ميموري اكتر. عشان كده ما بنديش الفاكسين على جرعه واحده، بتدي ياخد اكتر من جرعه عشان تتكون ميموري اكتر من مره، تمام؟ فلو انا اتصبت بالمرض اكتر من مره، اول مره تظهر الاعراض، بعد كده تكون مور ميموري مور ميموري. فانا كل مره بصاب بيه باخد منه مناعه اكتر من المره اللي قبلها، بس ده بشكل ناتشرال. الشكل الارتفيشال ان انا اخد فاكسين وهو هنا طالب ارتفيشال. يبقى لو طلب بشكل ناتشرال، مين اللي تبقى أدق، A ولا C؟ C هي اللي هتبقى أدق. The injection with the serum، قلت السيرم بيدي short term لأن الانتيبوديز عمرها في البلازما ما بيعديش الثلاث شهور، لكن الميموري سيلز بتعيش من 20 ل 30 years or forever. Which of the following enzyme act on breaking down covalent and the hydrogen bonds؟ طبعا دي deoxyribonuclease بيعمل breaking down the DNA completely. The opposite graph illustrates concentration of hormones in the blood of a human female in the first 15 days of menstrual cycle. مين اللي مش موجود خالص في أول 15 days progesterone؟ ليه؟ لأنه بيتكون من الكوربس لوتيوم اللي بيتكون after day 14. فبروجسترون مش موجود في أول 15 days، مع اعتراضي إن الكيرفس مش مظبوطة قوي. يعني مثلا ممكن الكيرف اللي هو البيربل ده يبقى FSH، وانا معلمها لكم دايما ان اللي زيادة قوي عند داي 5 يبقى FSH، فده تقريبا FSH. اللي زايد قوي عند داي 14 اللي هو ده المفروض ان هو يبقى، معلش، اللي هو الجرين ده يبقى LH. استروجين المفروض يبتدي يقل من عند داي 12، فده يعني مش باين، يعني ده الغلط الوحيد اللي في الرسمه اللي هو اللونه براون ده. المفروض ان هو يبقى استروجين، واستروجين المفروض ان هو يبتدي يقل، يعني المفروض الكيرف ينزل لتحت عند داي 12، فهو في غلطه هنا بس، لكن ده ما ياثرش على الاجابه. طبعا بروجسترون بيبتدي يتكون افتر داي 14، فمش موجود في اول 14 دايز خالص لانه هو بيتكون من الكوربس لوتيم. طبعا استروجين يا جماعه ما بيختفيش بعد كده، لان استروجين بيتكون هو كمان من الكورباس لوتيوم، ولو رجعتوا الجراف هتلاقوا استروجين عمره ما بيبقى في مرحله الزيرو في اي وقت من المنسترال سايكل، لانه بيتفرز من الجرافين فوليكل ومن الكورباس لوتيوم. المعلومه مش علينا في المنهج بس موجوده على الجراف، ممكن نشوفها على الجراف افكركم بيها افضل. بصوا كده احنا دي هرمونز طبعا of pituitary gland اهي، ده ال FSH بيبقى عالي جدا عند day 5، وده ال LH بيبقى عالي عند day 14، تمام؟ نيجي ده استروجين اهو بيعلى ويبتدي يقل عند day 12 تقريبا، عشان كده قلت لكم ان في غلطة في الرسمة. ده بروجسترون مش موجود خالص، بيبتدي يعلى واعلى حاجة ليه عند day 21، بس شوفوا كده استروجين موجود برضو اهو، استروجين موجود، تمام؟ هل استروجين بقى زيرو؟ لا،
يبقى استرجن بيتفرز من الجرافيان فوليكل ومن كمان كوربس لوتيوم. بصوا على رسمة زي دي مثلا، جايب هنا ان اول دايز بيحصل منستريشن، ده كده منستريشن بليدنج، تمام. بعد كده خلاص مع البداية بيبتدي يتكون الاندوميتريوم مرة تانية وبيبتدي يحصل لها جراث، دي رسمة تانية للاندوميتريوم. في الحالتين يا جماعة استروجين ما بيبقاش زيرو، اهو ده كيرف اوف استروجين عمره ما يبقى زيرو، تمام، مش هيبقى زيرو في الفترة التانية او في النص التاني من المنسترال سايكل، وده دليل على انه بيتفرز من الكورباسلوتيوم زيه زي البروجسترون. The structure that enables the acquired immunity system to recognize the pathogen. طبعا الحاجة اللي بتخلي الجسم يتعرف على الباثوجين هي الانتيجين، ودي جت اكتر من مرة، مش فيش اي حاجة مهمة في الباثوجين غير الانتيجين. الجيناتيك ماتيريال مش مشكلة، الانتيجين ده بروتين سبستنس موجودة on the surface of the pathogen، دي اللي بيتعرف عليها الاميو سيستم وبيعمل لها انتيبادي. The mutations appear in the offspring. امتى الميوتيشن تبقى ترو او تتنقل من one generation to another؟ when they are occurred in a muscular tissue. لو حصل ميوتيشن في organ او في مصل هتظهر الاعراض على الميوتيتد organ ده بس، هتظهر اعراض على المصل دي بس لكن مش هتتنقل. scrotal cell of the testis. scrotal cell ده somatic cell برضو مش هتتنقل، هتتنقل الاعراض عليها. mammary gland برضو لا، يعني في الثلاث حالات دول اللي هما A و B و D انا بتكلم هنا عن somatic cells، والميوتيشن لما تحصل في somatic cell هيظهر اعراض على الميوتد organ، على الاورجن اللي حصل فيه الميوتيشن، لكن مش هتتنقل من one generation to another. لكن لو الميوتيشن حصلت في sex cell ممكن تتنقل. طب مين هنا sex cell؟ primary germ cell اللي يتكون منها الاوفا او يتكون منها السبرم. فلو حصل فيها ميوتيشن، الميوتيشن دي هتظهر في الاوفا والاوفا تنقل للنيو اوف سبرينج او النيو جينيريشن. طيب لو شال برايمري جيرم سيل وحط اي حاجه من المراحل بتاعتها، تمام، برايمري جيرم سيل تبقى صح، او اوجنيا او سبرماتوجنيا صح، سبرماتيدز صح، سكند سبرماتوسايت، فيرست سبرماتوسايت، سكند او سايت، فيرست او سايت، كل ده يبقى صح، اي حاجه من مراحلها صح، اوفا اند سبيرمز كل ده هيبقى صح طالما اوريدي هيكون الزايجوت. The gametes of the honey bee drone are formed by A. طبعا honey bee drone هو نفسه N وبيكون gametes بالميتوزس، و gametes of polybodium برضه هو كمان N وده من الليفنج اورجانيزم اللي بيكون gametes by mitosis، والنود دي اتقالت اكتر من مره. The leaves of some plants can produce inhibitors for the germination of spores of some pathogens. بتنتج مادة تمنع السبورز ان هي تنبت او تصيبها اساسا. طالما السبور بتاعت الفنجاي ما حصل لها الجيرمينيت يبقى هي ما اصابتش البلانت. بمعنى ايه؟ بمعنى لو شفنا دي مثلا سبور اوف فنجاي، سبور اوف فانجاي هتقع على سطح البلانت، لما تنبت هتدي الهايفا او المايسيليوم وتبتدي تهاجم البلانت بالشكل ده. البلانت لو عمل لها انسوليتور سبستانس يبقى الانسوليتور دي اتكونت قبل الانفكشن. طب لو منع ان هي تنبت اساسا يبقى منع الانفكشن، يبقى منع الايه؟ الانفكشن. شكل تاني اهو، دي السبور، تمام، السبور لما يحصل لها جيرمينيتنج تبتدي تهاجم البلانت بالشكل ده وتعمل death of cells زي ما انتوا شايفين. طيب ده طبيعة مهاجمة الفانجاي للبلانت. طيب البلانت عنده طريقتين يحارب بيها الفانجاي ده، يا اما يمنع germinating of spore. يمنع germinating of spore ازاي؟ انه يبقاش فيه ووتر على سطح البلانت. طبيعي ما فيش ووتر على سطح البلانت لان عليه واكسي لاير، وعشان يحصل germination لازم البلانت يبقى wet. طيب لأي سبب كان البلانت wet وهيحصل germination؟ لو في سبستانس موجودة على سطح البلانت تمنع جيرمينيشن يبقى ده يمنع الانفكشن، يبقى ده هيمنع اساسا ها الانفكشن. يبقى امتى يحصل انفكشن؟ لو حصل جيرمينيتنج للسبور.
طب لو ما حصل لهاش جيرمينيتنج يبقى ما حصلش انفكشن. بصوا كمان الشكل ده، ده اهي السبور يبتدي يحصل لها جيرمينيت وتبتدي تهاجم البلانت بالشكل ده. تمام، نفس المنظر اهو، ادي السبور مش هتهاجم البلانت الا لو حصل لها جيرمينيت. السبور نفسها بتستنى بره، واللي بيدخل جوه البلانت الهايفا اللي بيحصل لها جيرمينيتنج من السبورز. تمام، طيب لو منعنا السبور دي ان هي يحصل لها جيرمينيت اساسا يبقى منعنا الانفكشن. طب الماده اللي هتمنع الجيرمينيشن هتتكون افتر ولا بيفور ذا انفكشن؟ لا، لازم تبقى موجوده من الاساس من قبل الانفكشن. طب لو قال لك انسيوليتر كفر، يعني بعد ما دخلت جوه البلانت حوط عليها بانسيوليتر، لا في الحاله دي بقى اقدر اقول ان ده افتر انفكشن. تعال نشوف الاختيارات اللي هو مديها لنا ونقرا سؤال تاني بعد ما انت فهمت ده. The leaves of some plants can produce inhibitors for the germination of the spores of some pathogen and this is considered a mean of A. طبعا هي produce substance يبقى biochemical immunity على طول. Biochemical immunity that result as a response to the infection with a microbe هو اتصاب بالميكروب وانتج لي مادة عملت له استب، هو ما تصابش بيه اساسا. لو السبور ما نبتتش يبقى ما تصابش بيه. طبعا كان ممكن تختاروا الاختيار ده لو ما شفتوش شكل انبات السبورز على سطح البلانت. لو السبور دي ما نبتتش اعتبره كانه ما تصابش بيها اساسا. هي الفكره ان السبور هتبقى على سطح البلانت، امتى تبقى اصابته؟ لو حصل لها جيرمينيشن. ما حصل لها جيرمينيشن كانها مش موجوده، يبقى ده بري اكزيستنج بايوكيميكال اميونيتي امبلانت. اول ما السبور وقعت كان في ماده موجوده على سطح البلانت تمنع ان هي يحصل لها جيرمينيتنج. البلانت بيفرزها بطبيعته وموجوده على سطحه على طول. طب منع يحصل لها جيرمينيتنج يبقى منع ان انفكشن اساسا. بري اكزيستنج ستراكشرال، مش هينفع ستراكشرال لان قال لك هنا بروديوس انهبيتورز. انهبيتورز دي معناها سبستنس، انهبيتورز دي ماده سبستنس زي انزيم او هرمون او whatever، بس هي ماده سبستانس فاكيد هي بايوكيميكال اميونيتي وليه هي بري اكزيستنج لانها منعت الانفكشن. قلت لكم عشان طالما السبور ما حصل لها جيرمينيتنج يبقى ما حصلش انفكشن اساسا. ووريتكم الشكل ان السبور نفسها بتستنى بره والجيرمينيتنج او السيدلينج بتاعتها او النبته بتاعتها هي اللي بتعمل بنتريت للبلانت، فلو ما نبتتش اعتبره كأن ما فيش infection. Which of the following graph represents the relation between the evolution of the living organism X تمام and size of ova Y؟ يبقى ده living organism وده size of ova. هل كل ما يزيد تطور living organism تقل size of ova؟ انا معترضة مع المعاصر لانها بتختلف. عند البيردس مثلا البيردس بيبقوا more evolution ومتطورين جدا وفي نفس الوقت الاوفا بتاعتهم كبيرة لان development of embryo بيحصل outside the uterus. هو هنا بيتكلم عن الهيومن بالتحديد، والهيومن هو the most evolution living organism. اعلى evolution living organism هو اصغر سايز اوف اوفا او اقل سايز اوف اوفا اللي هما الماميليان بالتحديد. ليه الماميليان بيبقوا اقل سايز للاوفا؟ لان اوريدي الجنين بيتكون جوه اليوترس واليوترس بيعمل له سبلايمنت او بيعمل له نورشمنت عن طريق البلاسنتا، فمش محتاجه الام تخزن كميه فود كبيره جوه الاوفيوم، فالاوفيوم صغيره. كميه الفود اللي موجوده جوه الاوفيوم تكفي الجنين يوصل بس لليوترس رحلته الاسبوع اللي بيقضيه في فالوبيان تيوب. اول ما يوصل لليوترس بيبتدي على طول تتكون له البلاسينتا واللي بتمده بعد كده بالفود. يبقى هو هنا يقصد بالتحديد هيومن او مامالز، وبيتكلم عن المامالز ان هم اعلى ايفولوشن اوف ذا ليفينج اورجانيزمز واقل سايز في الاوفا، لان الاوفا بتبقى تقريبا ديفايد ابيض. يعني ايه ديفايد ابيض؟ يعني ما فيهاش كميه كبيره من الفود. نيرلي ديفايد ابيض، هي فيها كميه قليله قوي من الفود لان اوريدي بيحصل لها نورشمنت او الجنين بيحصل له نورشمنت عن طريق البلاسنتا، ان هي بلاسنتال ليفنج اورجانيزم. عشان كده المعاصر مختار دي. انا ليه بقى معترضه على السؤال؟ معترض على السؤال مثلا ان birds more evolution than reptiles،
وبالرغم كده اوقات بتبقى egg of birds اكبر من egg of reptiles. احنا بنتكلم عن size of ova. تمام. برضو ان birds بتبقى more evolution than amphibians. amphibians اللي هي زي الضفدع وزي السلمندر. وبالرغم من كده اوقات eggs of birds تبقى اكبر من eggs of amphibians. عشان كده انا معترض على السؤال، لكن لو يقصد mammals بالتحديد، هي mammals هي more evolution living organisms او اعلى تطور في living organism، وده بيقلل size of ova لان طبعا هي placental living organism. ولو جه السؤال نختار طبعا دي، لان هو يعتبر دقيق بالنسبة للmammals ويعتبر غير دقيق بالنسبة للbirds. Which of the following statement describes the sequence A and sequence B correctly؟ يعني نبتدي ناخد واحدة واحدة نشوفها هتنفع ولا لا. Sequence A need higher temperature than sequence B to separate the two strands. تعال نشوف كده عدد الهيدروجين بوندز. 3 3 6 و 2 يبقوا 8 كمان 2 10 12 15 17 20 23 26 29 31 34 37 40 42 45 47. هنا 47 هيدروجين بوند. تعال نعد هنا 3 6 8 10 12 14 17 19 21 23 25 27 30 32 34 36 38 40. يبقى أكيد طبعا احنا بنعد الهيدروجين بوندز ازاي، ما بين الجي والسي في 3 وما بين الاي والتي في 2. هنا عدد الهيدروجين بوندز 47، هنا عدد الهيدروجين بوندز 40، فده هيحتاج هيت اكتر. تمام، فيبقى ايه صح. خلاص احنا كده عرفنا من نمبر ايه ان هي اللي صح. بي، هل سيكونس بي يحتاج مور هيت ذان سيكونس ايه؟ لا. هل هما الاثنين نيد ذا سيم تمبريتشر؟ هنا عدد الهيدروجين بوندز اكتر طبعا، فلا ما يقدرش اكثرهم بالتمبريتشر. اي تو ستريندز ممكن يحصل لهم بريكنج بالتمبريتشر. الشكل ده جايب انتيريور بارت اوف ستيرنيوم، وبيقول لك هي متوصله بايه. احسن حاجه تفتح السكول بوك وتبص، هتبص تلاقي رسمه الريب كيج اهي، وتشوف الجزء الاولاني من الستيرنيوم متوصل بيه. بصوا كده رسمه زي دي، متوصله بالفيرست بير اوف ريبس ومتوصله بكلافيكل اهي، ودي واضحه برضو في السكول بوك جدا بنفس الشكل ده، مش هيبقى صعب ان احنا نطلعها من السكول بوك. متوصله بكلافيكل اهي، دول كلافيكل ودول كمان الفيرست بير اوف ريب، فهتبقى اجابتها نمبر سي، ودي اسهل حاجه اطلعها من الرسمه. هو عايز بارت اكس بالتحديد. The hydrogen bonds in each of DNA and antibody molecule. الانتي بودي اللي هو بروتين، فالهيدروجين بوند في الدي ان اي والبروتين بيعملوا ايه؟ هل بندنج كربون اتومز؟ لا، كربون اتومز بتتحد مع بعضها او يحصل لها بندنج بكوفيلنت بوندز، فده غلط. الكربون اتومز دايما بتتحد بيها كوفيلنت بوندز، فده يبقى غلط. ديتيرمينج ذا structural شيب اوف ذا مولكيول، او هيدروجين بوندز بتدي شيب للبروتين وبتخلي الدي ان اي في شكل دبل هيليكس، فطبيعي ان هي بتديهم هما الاثنين شيب. Bending amino acids together، هتستبعد ده لان انت عارف ان الامينو acids عن طريق peptide bonds. Facilitating the decomposition of the molecule، بتسهل ان المولكيول يحصل له decomposing. لا طبعا، كل ما bonds اتكونت كل ما كان صعب ان المولكيول يحصل له decomposing، مش العكس. What choice in the following table represents severe decrease in ACTH hormone؟ ACTH بينبه adrenal ميدالا، معلش، ادرينال كورتكس. وادرينال كورتكس بتفرز الدوستيرون، يبقى ACTH بيزود الالدوستيرون، يبقى ACTH لما يقل
هو قال لك هنا decrease in ACTH يعمل decrease الالدوستيرون، فهنا عندي إجابة A وإجابة C هما الصح. طيب الالدوستيرون بيعمل إيه للصوديوم in the blood؟ بيزوده، يبقى بيقلله في اليورين. تمام، يبقى لما يقل الالدوستيرون، لما يقل الالدوستيرون يزيد الصوديوم في اليورين ويقل في البلد، لان الالدوستيرون increases صوديوم in blood، هو بيمنع ان الصوديوم يخرج بره، بيرجع بيعمله ري ابزوربنج للجسم، فهو بيزود الصوديوم في البلد. طب لما يزوده في البلد يبقى بيقلله في اليورين، يبقى لما يقل الالدوستيرون يزيد الصوديوم في اليورين. تمام، يبقى الالدوستيرون بيعمل increase صوديوم in blood، فاكيد بيعمل له decrease in urine، ده الطبيعي. تمام، يبقى decreasing aldosterone، decreasing aldosterone increases صوديوم in urine. تمام، هو بطبيعته بيقلل الصوديوم في اليورين، يبقى لما يقل الالدوستيرون يزود الصوديوم فين؟ انسايد يورين. تمام، هتبقى اجابتها نمبر سي. Which of the following statements describes the opposite graph correctly؟ نبص على الجراف اللي قدامنا، هو ريليشن ما بين mother's age وما بين the percentage of the genetically healthy embryo. كل ما عمر الأم بيزيد بيقل فرصة ان هي تجيب أولاد genetically healthy. genetics معناها مرض، hereditary disease أو genetic disease معناها أنه مرض وراثي. مرض وراثي ده نتيجة مشكلة في الأوفا، لازم تبقى الجين موجود فين؟ في الأوفا. طيب تعال نشوف بقى الاختيارات اللي موجودة ايه. يبقى الجراف بيعبر عن ايه؟ كل ما الماذرز ايج زاد، كل ما هي كبرت في السن، كل ما بقى فرصة ان هي تجيب اطفال عندهم جيناتيك ديزيزز اكبر، او فرصة ان هي تجيب اطفال هيلثي جيناتيكالي اقل. تمام، يبقى كل ما العمر زاد بتقل فرصة ان هي تجيب اطفال هيلثي جيناتيكالي، وبتزيد فرصة ان هي تجيب اطفال infected genetically او عندهم genetic diseases. Efficiency of endometrium decreases with aging، المعلومة صح. قدرة او قوة الاندوميتريوم بتقل مع الايجنج، بس الجراف ما بيقولش كده، يعني الجراف ما لهوش علاقة بالاندوميتريوم. The best age for pregnancy is 38. لا، واضح ان 38 فرصة ان هي تجيب healthy progeny اقل من 26، ف 26 افضل. The quality of ova decreases with aging. quality of ova يعني جودة الاوفا، او ان الاوفا يبقى فيها مشاكل او تسبب امراض genetics. زي ايه المشاكل اللي ممكن تحصل للاوفا؟ احنا عارفين ان الفيميل بتبقى 44 مثلا plus XX، المفروض ان الاوفا بيبقى فيها 22 بلس اكس، فهي بتتقسم ل 22 بلس اكس و 22 بلس اكس، الكلام ده باي مايوزيس ديفيجن. ممكن تتقسم غلط تديني 22 بلس اكس اكس مع 22 بلس 0، وده لو اندمج مع سبيرم واي بيديني 44 اكس اكس واي، ده طفل عنده حاله كلاين فلتر، او ممكن يسبب بنت عندها حالة تيرنر زي ما اخدنا قبل كده واحنا بنشرح كروموسومال ميوتيشن. يبقى دي مشكلة في الاوفا، مشاكل الاوفا دي ممكن تزيد مع الايجنج. تمام كده، ممكن تزيد مع العمر. ليه مش efficiency of endometrium؟ ليه مش الاجابة دي؟ عشان المشكلة في الاندوميتريوم يقلل nourishment of embryo، يقلل الفود اللي واصل للامبريو، ممكن يطلع لي جنين ضعيف، لكن ما يطلعليش جنين عنده جيناتيك ديزيز. جيناتيك ديزيز لازم يبقى متاخد من الاوفا، او المشكله بتبقى في الاوفا طالما هي فيميل، ولو ميل لازم يبقى متاخد من السبيرمز. All the following are from immunomes to prevent the entry of microbes in the plant cells except cell wall بيمنع entry of microbe، cork entry of microbe، gum entry of microbe، tyluses
prevent spreading of the microbe. الميكروب already موجود in the xylem vessel، هي بتمنع spreading، فهتبقى formation of thylosis هي اللي بتمنع spreading، لكن ما بتمنعش entry of pathogen. The nucleus is multi-looped in the A. يعني ايه كلمة multi-looped؟ يعني متقسمة اكتر من جزء. لو رجعنا لرسمة ال white blood cells هلاقي الليمفوسايتس النيوكليوس بتاعتها سيركل عادية مش متقسمة خالص. إيزينوفيلز عبارة عن two looped فبسميها bi-looped أو bi-nucleated. مونوسايت اصلا هي اسمها سنجل كور مونوسايت، يعني فيها 1 نيوكليس او النيوكليس فيها مش متقسمه، هي كده كده اوريدي 1 نيوكليس لكن متقسمه، تمام. لكن نيوتروفيلز بلاقي نيوكليس ليها اكتر من لوب او ليها اكتر من جزء، وده لو رجعنا للرسمه بتاعت كل واحده فيهم. ده مثلا شكل الرسمه اهو، نيوتروفيلز بتبقى اكتر من لوب زي ما احنا شايفين، ايزينوفيلز بتبقى 2 لوبس، تمام. بازوفيلز مونوسايت لينفوسايت بتبقى 1 نيوكليس بالشكل ده او مش متقسمه، هو اوريدي كلهم 1 نيوكليس كلهم 46 كروموزومز لكن بتبقى فيها اكتر من لوب. طبعا نيوتروفيلز هي اللي بتبقى مالتي لوبد نيوكليس. يبقى كده هتبقى اجابتها نيوتروفيلز اللي هي نمبر دي. 16 types of amino acid share in building polypeptide chain، فيها 250 amino acid. Therefore number of nitrogen bases in mRNA. نرجع للرول بتاعتنا، هنا عدد الامينو acids equal 250، يبقى number of codons equal 251 عشان ال stop codon، يبقى ال mRNA equal 251 by 3 تطلع 753. طيب لو عايزين نجيب ال DNA، DNA nucleotide أو DNA gene، بجيب 753 بعملها by 2، يبقى الإجابة هنا هتبقى number B، ودي الرولز كلها. السؤال بيج نمبر كام ده؟ 299. question number 24. The opposite figure illustrates the immune response at the first and second infection by a certain microbe. In which period does action of memory B cells appear? طبعا دي هنا primary immune response. من A ل B بيبقى action of plasma B وبيبقى action of T helper ده cells. طب في المنطقة دي طبعا ال TS اللي بتفرز lymphocytes. طيب هنا دي second infection اللي هيشتغل هنا هو memory B cells، memory B cells هتشتغل من D ل E، وطبعا plasma B cells يعني هنا برضو في plasma B cells لان memory هتديني plasma and more memory، فاوريدي هنا في memory وفي برضو plasma B الاثنين بلازما بي سيلز في المنطقة دي. طبعا من E ل F برضو ال T S ده كسيلز. طيب هنا هو عايز action of memory B cells، طبعا هتبقى من D ل E فتبقى اجابتها number C لان هي بتشتغل في second infection. Which of the following is not considered a part of a mature ovary؟ هو هنا يقصد mature ovary in plant، يعني بالتحديد in plant. Spore mother cell، لا spore mother cell مش موجودة في mature ovary لكن بتبقى بتظهر في الأوفري في بدايته وبتبتدي ان هي تتقسم بالميوزس عشان تديني embryo sac، فطبعا spore mother cell هي اللي مش موجودة في ال natured ovary. ممكن حد هنا يختار نيوسيلس ويقول ان النيوسيلس دي بيستهلكها الاوفيول during its formation، بس ممكن ما تبقاش fully consumed، ممكن يوصل لمرحلة الماتيوريتي ولسه موجود نيوسيلس surround the embryo sac. لكن طبعا spore mother cell لازم تتقسم اساسا بالميوزس عشان تديني 4 cells، ثلاثة منهم يحصل لهم دي جنريشن والرابعة بتكبر تكون امبريو ساك، والامبريو ساك هو اللي بعد كده بيكون لي ماتيورد اوفيول.
Question number 26, a chain of molecular and cellular signals. إشارات بmolecule cellular يعني molecules and cellular that leads to non-specific immune response for a certain antigen. Non-specific cellular و humoral specific يبقى الاتنين مش هينفعوا معايا. Inflammatory بقى ولا first line of defense؟ هنا inflammatory هي الأدق لأنها عبارة عن substances and cells. Substances like chemokines, like interleukins, histamine, and the cells like mast cells, macrophages, neutrophils, eosinophils, basophils. كل دي cells وحاجات موجودة في ال inflammation. فطبعا inflammatory response هي اللي هتبقى أدق. The substances that work only in presence of antibodies. طبعا في هنا substance اللي هي complements. امتى بتتأكتف اساسا؟ لما antibody يعمل bending مع الانتيجين. فهي ما بتبقاش active غير لو الانتيبادي عمل bending مع الانتيجين، بتتأكتف الcomplements وبتبتدي ان هي تعمل lysing لmembrane of the pathogen. يبقى كده الاختيار complements هو اللي صح. تعال نشوف بقية الاختيارات. هل كيموكاينز بتشتغل بس مع الانتيبوديز؟ لا، كيموكاينز بتعمل جايد مايجريشن للماكروفاجز تو ذا سايت اوف انفكشن، فهي اساسا ملهاش علاقه بالانتيبوديز. انترلوكينز بتنبه البي سيلز تو بروديوس انتيبوديز، تمام. بس هل هي ما بتشتغلش الا في وجود الانتيبوديز؟ لا، ده هي بتشتغل قبل وجود الانتيبوديز، هي بتنبه البي سيلز علشان تنتج انتيبوديز. انترفيرونز، لا، انترفيرونز دي اساسا بتيجي من الفيرال انفكتد سيل، ملهاش علاقه بالانتي بوديز وتعتبر اساسا سكند لاين اوف ديفنس. اعتقد ان الرسمه دي انتوا زهقتوا منها. طيب تعال نشوف هي بتقول ايه برضو. The following graph represent two methods of asexual reproduction. اول ما يقول لك asexual reproduction يا عم اكتبهم على جنب. مين هم الاسexual reproduction؟ binary fission. عندي ايه كمان؟ budding. عندي ايه كمان؟ regeneration. ايه تاني غير regeneration؟ tissue culture. sporogeny. وطبعا parthenogenesis. خدنا asexual reproduction تاني غير ده؟ اه، خدنا مثلا تشيزوجني اللي بيعملوا ال sporozoites inside the human blood and merozoites. هما الاتنين بيعملوا حاجة اسمها تشيزوجني وده يعتبر نوع من asexual reproduction. خدنا كمان حاجة اسمها vegetative reproduction، ده asexual reproduction عن طريق اي جزء من البلانت except seeds. لو اخدت عقلة من البلانت وزرعتها ده اسمه vegetative reproduction ويعتبر tissue culture نوع من vegetative reproduction، لان انا باخد tissue من leaf، tissue من stem، tissue من seed، فيعتبر tissue culture نوع من vegetative reproduction، يعني ده vegetative reproduction. تمام، يعني ايه vegetative reproduction؟ ده حاجة خاصة بالplants بس، مش خاصة بأي حاجة تانية. reproduction بأي part من البلانت except seeds. هستخدم مثلا root، هستخدم cells of root، cells of leaves. تمام، وطبعا هنا parthenogenesis، وكنا خدنا نوع اخير اللي هو قلت شيزوجني، ده plasmodium عن طريق sporozoites والmerozoites. هو بيقول لك ان دي types of asexual reproduction for two unicellular living organisms. unicellular living organisms بتعمل binary fission وبتعمل budding، يعني واحد فيهم binary fission والتاني budding. خلاص احنا حليناها كده، يبقى X هو binary fission عشان ادتني two daughter cells قد بعض، و Y هو budding عشان ادت واحدة اكبر من التانية. يبقى هنا دول two daughter cells، يبقى طالما size بتاعهم، طبعا هنا في كلمة size اهي، size قد بعض، يبقى دي binary fission ودي budding، يبقى هتبقى اجابة number B. ده اجابة X and Y. question came down 29. Which of the following graph express the relation between the occurrence of physiological support of the plant and its rate of absorption of water؟
by increasing absorption of water. كل ما البلانت ياخد ووتر اكتر، كل ما الفسيولوجيكال سبورت تزيد، كل ما يبقى تنشن، كل ما يبقى مليان بالووتر، الاسموتيك بريشر يقل، يعني تزيد concentration of water inside the plant. فطبعا اجابة نمبر سي. طيب تعال نشوف الاجابات الباقية غلط ليه. نقرأ كده: by increasing absorption of water، بتستنى الفسيولوجيكال سبورت كونستانت وبعدين تزيد وبعدين تقل وبعدين تقل، مش لوجيك. طب هل by increasing absorption ده ما يأثرش خالص على الفسيولوجيكال سبورت؟ طيب by increasing absorption of water يقلل الفسيولوجيكال سبورت، الجراف ده كان يبقى كويس قوي بس مع transpiration. By increasing transpiration بتقل physiological support. يعني ايه كلمة transpiration؟ يعني evaporation of water. Regeneration is considered a reproduction in ايه؟ طبعا in sponge. Sponge هو اللي ممكن بيعمل reproduction by regeneration، هو وهيدرا وستارفيش، دي الاكزامبلز اللي عندنا اساسا. طيب بالنسبة للشرمب بيبقى regeneration for rest restoration. يعني ايه for restoration؟ to restore the cut part. in the frog is the same. in salamander is the same. to restore the cut part only. frog و salamander هما ال amphibians وما عندناش اي example تاني لل amphibians غيرهم، تمام. و shrimp ده من crustaceans، هو و crab اللي هي الكابوريا. when performing physical exercises for a long time the muscle spasm is resulted due to. ايه هنا من اسباب المسل سبازم؟ aerobic respiration in the muscle. لا، aerobic respiration بيديني 38 ATP، يعني بيدي كمية كبيرة من الـ ATP فما يسببش مسل سبازم. طب لو كان من الاختيارات anaerobic respiration، anaerobic respiration بيعمل مسل فتيش مش بيعمل مسل سبازم، لكن من ضمن نتائجه انه ممكن يسبب مسل سبازم. interaction of the nerve impulses، هو النيرف impulses لو كانت inaccurate تمام ممكن تعمل muscle spasm، بس ده مش نتيجة performing physical exercises. يعني inaccurate nerve impulse يعني انا اصحى بالليل الاقي muscle spasm جديد، ده انا نايمة ليه في muscle spasm؟ ده نتيجة nerve impulse inaccurate، وصل للمسل وطلب منها ان هي تعمل contraction. طيب المسل هتعمل contraction وهي نايمة وما فيهاش اكسجين، ده يسبب مسل سبازم لان كمية الاكسجين واحنا نايمين بتبقى قليلة، او rate of respiration بيبقى قليل. لكن هو هنا محدد when performing physical exercises. accumulation of lactic acid، لا accumulation of lactic acid يسبب فتيج بس ما يسببش سبازم. shortage of ATP، نقص الـ ATP هو اللي يسبب muscular spasm، فهتبقى إجابتها نمبر D. Which of the following enzymes are more specific in separating the types of complementary nucleotide؟ بيفصل الـ complementary nucleotide يعني بيعمل break للـ hydrogen bonds، صح كده؟ بيعمل بريك للهيدروجين بوندز. طيب مين هنا بيعمل بريك تو هيدروجين بوندز؟ طبعا هيبقى هيليكيز انزيم، مفيش اي حاجة تلغبط في الاختيارات. which of the following figures express the stages of division in fallopian tube؟ طبعا البداية عندي لازم one cell، فمبدئيا هنشطب نمبر بي. طيب هل نمبر دي منطقية؟ هل منطقية ان السايز يصغر كده؟ تمام هي 2 سيلز 4 سيلز 8 سيلز مورال، لا بس هل منطقي ان السيل تصغر كده؟ مش منطقي. اتبقى عندي A وC، مين فيهم الأدق؟ هل هيحصل division and increasing in size of cells ولا division only؟ division only، لان مفيش way of nutrition، مفيش طريقة تتغذى بيها عشان تحصل growth او يحصل increasing the size of cells، هي معتمدة على الفود اللي متخزن جوه الاوفيوم، فهي يحصل division without increasing of the size، فهيبقى الاجابة الادق طبعا هي A.
ولو رجعتوا للسكول بوك هتلاقيه مش مغير السايز. فمثلا لو شفنا رسم ليها اهي، بصوا كده، ادي وان سيل وادي مورولا، بصوا السايز يا جماعه ما اتغيرش، ما كبرتش، نفس السايز، هي زاد عدد السيلز بس. مثلا رسمه زي دي نفس الفكره، ادي مورولا وادي وان سيل نفس السايز بالظبط، السايز ما اتغيرش. تمام. رسمه مثلا تالته اهي، دي اللي احنا كنا جايبينها من شويه. طيب نشوف دي مثلا، بصوا كده تقريبا تقريبا اهي، ادي مورولا اهي تقريبا نفس السايز، تبتدي تكبر لما توصل لليوترس بس عشان بيحصل لها نيوتريشن. تمام. لكن مش هتزيد في سايز انسايد فالوبيان تيوب. ليه مش هتزيد في السايز انسايد فالوبيان تيوب؟ لان اوريدي مفيش واي اوف نيوتريشن هنا. تمام. مفيش طريقه ان هي تتغذى بيها، هي بتعتمد على الفود اللي متخزن جواها، فهتبقى اجابه نمبر اي طبعا هي اللي دقيقه. question number 34، سوري ثانيه واحده كده بس، ساعات بيهنج. طبعا احنا عاملين المعاصر كده بالسكان، فهو بيضايقنا جدا في الاستخدام بصراحه. which of the following nucleotide whose nitrogen base has double ring؟ double ring يعني يا اما ادينين يا اما جوانين، مفيش حل من الاثنين، يا دي يا دي. and form 3 hydrogen bond، طبعا اللي بيكون 3 hydrogen bonds هي الجوانين، فتبقى اجابتها C. تمام. يبقى هتبقى دي هي اللي بتعمل 3 hydrogen bonds. study the following table then answer. type of plants، عندي 4 plants وبيقول لك هنا in presence of honey bee و in absence of honey bee. طب هو ايه اللي in presence و in absence؟ ده pollination. بلانت اكس البولينيشن اعلى في وجود الهاني بي من عدم وجود الهاني بي، يبقى هاني بي ليه دور في البولينيشن. في بلانت واي هاني بي برضو ليه دور لان البولينيشن هنا اعلى من هنا. في بلانت زد الهاني بي ما بيعملوش بولينيشن خالص لان النمبر ثابت، سواء في وجود الهاني بي في عدم وجود الهاني بي البولينيشن ثابت، يبقى البولينيشن بيحصل باي طريقه غير الانسكت. هنا طبعا معتمد جدا على الهاني بي، بص 130، وهنا التن ده اكتر بلانت معتمد على وجود الهاني بي بالتحديد. هاني بي بيعمل ايه؟ بينقل البولين جرين فبيعمل بولينيشن. in which of the following plant the air could the main method for its pollination؟ طبعا هيبقى زد، زد مش معتمد على الانسكت خالص في البولينيشن. في وجود الانسكت، في عدم وجود الانسكت اي تي، يبقى البولينيشن بيحصل باي طريقه غير الانسكت، فهتبقى اجابه نمبر. طيب مين هنا اكتر واحد معتمد على الهاني بيز؟ هو نمبر ال، وبرضو اكس يعتبر معتمد قوي على الهاني بي. طيب واي؟ لا اكيد معتمد على الهاني بي and other insects مش هاني بي بس، وممكن يبقى فاكتور تاني. study the opposite graph then answer substance why is considered a mean of A in plant. the moment of infection، تمام، موجودة قبل الانفكشن، اوكي، وزادت بعد الانفكشن، وهي concentration of substance، دي مادة مش موجودة قبل الانفكشن وزادت بعد الانفكشن. المواد اللي بتبقى موجودة وبتزيد بعد الانفكشن دي biochemical immunity، واعتقد ان هي في نفس الوقت ionic immunity، ففي هنا اجابتين صح A و D. نبص على الجراف مرة تانية، دي substance already موجودة من قبل الانفكشن وزادت بعد الانفكشن، ممكن تبقى receptors، ممكن تبقى cannabinoids، cephalosporin، كل دول biochemical immunity، ف biochemical immunity تعتبر دقيقة 100%. يبقى الإجابة مبدئيا لحد دلوقتي أدق إجابة هي دي، بس هل biochemical immunity ما تعتبرش من ال ionic immunity، خصوصا ال substances اللي متكونة من قبل الانفكشن؟ لا تعتبر، فهي ionic immunity صح وبايوكيميكال immunity صح. طيب لو جه السؤال بالطريقة دي طبعا هيبقى الأدق إن هي biochemical immunity، لأنها واضحة جدا إن دي substance موجودة قبل الانفكشن وزادت بعد الانفكشن، وده بينطبق على receptors، بينطبق على cannabinoids، cephalosporin، بينطبق على phenol، glycosides، وكل دي تعتبر biochemical
immunity inside the plant. الشكل ده pituitary gland. طالما في connection كده يبقى الجزء ده هو البوستيريور لوب. حتى لو انتم متعودين لما هي بتترسم البوستيريور على ايديكم اليمين او الشمال whatever، الكونكشن ده معنى كده ان الجزء ده هو البوستيريور لوب على طول مهما كان مكانه، سواء كان موجود هنا او هنا يبقى ده هو كده البوستيريور لوب. بيقول لك from the opposite figure the target cells for hormones x and y. هو posterior loop بيفرز ايه؟ بيفرز ADH وده بيأثر على النيفرونز وبيفرز اوكسيتوسين، بيفرز ADH and اوكسيتوسين. طيب ADH بيأثر على النيفرون of kidney واكسيتوسين بيأثر على memory gland ويوترين muscle، فهتبقى اجابتها number C. تعال نشوف الاجابات التانية غلط ليه. kidney nephrons اوكي ADH بيأثر عليه لكن مفيش واحد منهم بيأثر على الأوفري. يوترين muscle اوكي اوكسيتوسين بس برضو مفيش ولا واحد فيهم بيأثر على two ovaries. سي قلنا ان ADH بيأثر على kidney nephrons واكسيتوسين بيأثر على اليوترين muscles. سمنفرس تيوبلس مفيش واحد فيهم بيأثر على سمنفرس تيوبلس واكسيتوسين بيأثر على يوترين ماسلز، يبقى كده هي غلط عشان سمنفرس تيوبلس. The following figure represent a group of plant tissues. Study them then answer. قلت لكم اللي بيبقى فيها جابس او فراغات في النص دي بتبقى بارينكايما. طيب دي كولينكايما ودي سكيلارينكايما، والرسمه دي موجوده في سكول بوك اوف سكندري وان، هو معتمد على كده اللي انتوا شفتوها قبل كده. دي كولينكايما ودي سكيلارينكايما. Which of the previous tissue is characterized by structural support of. انا قلت ان دي بارينكايما فهي فيها فيسيولوجيكال بس، يبقى دي فيسيولوجيكال سبورت اونلي لانها بارينكايما ما عندهاش اي نوع من الاستراكشرال. طب كولينكايما بيبقى فيها physiological and structural support. طب سكيلارينكايما دي dead cells ما فيهاش اساسا subvacuole ما فيهاش cytoplasm، يبقى structural only. يبقى اللي فيها structural only هي tissue number 3 only اللي هي سكيلارينكايما tissue. طب ليه هي ما فيهاش physiological support has no subvacuole ما فيهاش اساسا cytoplasm هي dead cells هي عبارة عن strong wall only. The sequence on DNA that represent the triplet codon that follow the promoter اللي بعد البروموتر to give the start codon اللي بعد البروموتر يبقى موجود على الستراند اللي هيتنسخ منه mRNA. طيب هو اول كودون على الام ار ان اي هو اي يو جي، يبقى الكود اللي قصاده ايه تي اي سي او تاك، وانا محفظها لكم بتاك. تاك ده اول كودون بعد البروموتر اون ذا دي ان اي. طيب الكومبلمنتري ليه لو طلب الكومبلمنتري ليه يبقى اي تي جي، ده الكومبلمنتري للكود اللي موجود على الدي ان اي اللي بيتنسخ منه الستارت كودون. يبقى ده اصلا كده من 3 ل 5، ده من 3 ل 5 عشان ده اللي بعد البروموتر، او اصلا اللي بيتنسخ منه الدي ان اي بيبقى بيتنسخ منه الام ار ان اي بيبقى من 3 تو 5، وده اللي قصاده اللي هو اساسا 5 تو 3. تمام، فطبعا هتبقى اجابتها ايه اللي هي تاك. In the life cycle of penicillium fungus the spore is similar to E. هي السبور عموما زي ايه like seed in plant، يبقى السبور بالنسبة للفنجاي like seed in plant. ليه هما الاثنين زي بعض؟ both germinate to form new living organism. يبقى ليه السبور زي السيد؟ هما الاثنين بيحصل لهم germination to form new living organism، فهتبقى اجابتها number C. If the number of B cells in the blood drop of a person about 400 cells. هنا مش جايب التوتال، جايب ال B وعايز تجيب منها T. طب اعمل ايه؟ ال B cells الافرج بتاعها 12.5% مش كده؟ هي من
10 ل 15، فالافريج 12.5. فلو ال 12.5 equal 400 يبقى ال 80% equal كام cross multiplication؟ تاني، هو هنا جايب البي وعايز تجيب التي، اوكي البي الراتيو بتاعتها كام 12.5، طب التي الراتيو بتاعتها كام 80%. فلو ال 12.5 equal 400 يبقى ال 80% equal كام؟ هعمل ايه بقى cross multiplication 80 by 400 divided 12.5، هتطلع تقريبا 2500، هتطلع اجابتها نمبر دي على ما اعتقد، يعني انا ما حسبتهاش بس هتطلع اجابتها بالمخ كده، تطلع اجابتها نمبر دي. وده طبعا لو ادانا نوع من السيلز ليها ريشيو معينه وعايز نوع تاني ليها ريشيو مختلفه، هعمل ده بكروس مالتيبليكيشن وما اعتقدش ان هي تبقى صعبه. Study the opposite graphs that illustrate the effect of ultraviolet rays on the bacterial DNA replication. If ultraviolet rays are used in sterilizing medical instruments، اصلا الالترافايولت بيستخدموها علشان خاطر يعقموا بيها السيرجيكال رومز والادوات الجراحيه اللي بتستخدم في السيرجيكال رومز. ايه الفكره؟ الفكره ان الالترافايولت ريز ستوب ريبليكيشن اوف ذا باثوجين، لانها بتمنع ريبليكيشن اوف دي ان اي. ويتش ويف لينس از بيتر تو بي يوزد ان ستيريلايزيشن اجينست بكتيريا؟ هنا errors of replication، ده أعلى error للreplication، تمام؟ أعلى error للreplication كان عندي تقريبا 260، يبقى أنا ممكن أستخدم wavelength 260 هيعمل لي أكبر مشكلة في الreplication، يمنع replication of pathogens. يبقى إيه الفكرة إن نستخدم الultraviolet rays to sterilize the surgical rooms؟ إن هي بتوقف أو بتعمل stop replication of DNA، فكده هتمنع replication of pathogen، فهتمنع وجود البكتيريا ووجود الفيروسز inside surgical rooms، تمام؟ طيب أعلى errors في DNA replication معناها كده إن هي بتوقف تقريبا reproduction of pathogen، كان عند 260، يبقى ال wavelength اللي انا مفروض استخدمه 260. ultraviolet rays يا جماعة كمان بتعقم الهواء اللي موجود في surgical rooms من وجود الفيروسز ووجود البكتيريا، لانها unseen rays تقدر ان هي ممكن نوجهها للهواء اللي موجود ده يخلي اي نوع من البكتيريا فيه ما تقدرش تعمل replication أو reproduction. Which of the following types of movement are present in the plants that illustrated in the opposite figure؟ متنسوش يا جماعة أن types of movement are three: positional, transitional and continuous. مش أنواع تانية. positional لما البلانت يتحرك في مكان، والبلانت عموما ما عندوش total movement أو ما عندوش transitional movement، هو يا اما positional يا اما continuous. طيب الرسمة اللي قدامي دي بتوضح اي نوع من البلانت؟ هل البلانت ده احنا اول مرة نشوفه؟ لا، شفناه قبل كده على بنك المعرفة. الرسمة دي بالتحديد دي رسمة insectivorous plant، لما الانسكت بتقف هنا بيقفل عليها. وكان من ضمن الاكزامبلز على البوزيشنال موفمنت كان insectivorous plants، ان هي بتتحرك في مكانها وبتقفل على الانسكت. هي عموما positional، طب هل هي فيها continuous؟ طبعا اكيد طالما هي living plant فالسيتوبلازم بيتحرك inside each cell فتبقى continuous and positional. continuous يقصد بيها حركة السيتوبلازم inside each cell، ده living plant يبقى السيتوبلازم بيتحرك inside each cell. وpositional لانها تعتبر insectivorous plant، بتقفل على الانسكت بمجرد ما تقف على سطح البلانت بيحس بيها وبيقفل عليها. هنا الستيمولاس هو touching of insect، اول ما بتلمس الانسكت بتقفل عليها. The person whose body can form antibodies against some types of bacteria and can't destroy viruses may have disturbance in E. انا عايزة حاجة من هنا تكون بتحارب الفيروسز، لان جسمه ما عندوش قدرة ان هو يحارب الفيروسز، يبقى عنده مشكلة في E. plasma B cells هي بتنتج انتي بوديز، تمام؟ فمفيش كده مشكله في البلازما بي سيلز.
طيب natural killer cells، natural killer cells بتهاجم السيلز المصابة بالفيروس، فهتبقى الإجابة نمبر بي هي اللي صح، يبقى natural killer cells. نيوتروفيلز ومونوسايتس دول علاقتهم بالإنفلاميشن بيبقى أكتر طبعا. The plasmodium zygote differs from plasmodium polybodium zygote in A. Number of chromosomal set، هو الزايجوت هنا 2N وهنا برضو 2N، فهما مش مختلفين في number of chromosomal sets. Number of chromosomes ايه ده؟ هو في حاجة ايه؟ هو في اختلاف ما بين number of chromosomal sets and number of chromosomes. Number of chromosomal sets يعني مجموعات الكروموزوم، هي one group ولا two groups، هو N ولا 2N، diploid or haploid. يبقى chromosomal sets هنا بيسأل 2N or N، diploid or haploid. طب number of chromosomes، number of chromosomes specific to each living organism. بمعنى مثلا ان الهيومن بيبقى number of chromosomes 46، حاجة زي الدوج مثلا بتبقى 78، حاجة زي بي بلانت بتبقى 14. فنمبر اوف كروموزوم از ديفرنت فروم وان ليفينج اورجانيزم تو انذر. 46 دول عبارة عن تو جروبس اوف كروموزومز، ف 2 ان 46، ال ان الواحدة 23. يبقى عموما معظم الليفينج اورجانيزمز مختلفة عن بعضها في نمبر اوف كروموزوم، معظم ممكن تتساوى في عدد الكروموزوم، ممكن يبقى عدد الكروموزومز في تو ليفينج اورجانيزمز زي بعض، بس اكيد هي مختلفة في الجينز. بس بلازموديوم عموما عدد الكروموزومز فيه مش زي بوليبوديوم، مش زي بعض، فالطبيعي ان هم مختلفين في نمبر اوف كروموزومز، ومعظم الليفينج اورجانيزمز بتبقى مختلفة في نمبر اوف كروموزومز. Type of reproduction that occurs after formation of each of them. زيجوت في البلازموديوم بعد ما بيتكون بيحصل سبروجني، تمام. طيب بعد تكوين الزيجوت في البوليبوديوم بيديني سبوروفايت وبيعمل برضو سبروجني، يبقى هما مش مختلفين في ده، هما الاثنين بيعملوا سبروجني، تمام. Type of division that forms the zygote gamete. الجاميتس في البلازموديوم بتتكون بالميتوزس، والجاميتس في البوليبوديوم برضو بتتكون بالميتوزس، يبقى هما متشابهين في ده، يبقى هما مختلفين بس في number of chromosome. الفرق ما بين كلمة number of chromosomal sets، كلمة chromosomal set هي one group of chromosome n ولا 2n، diploid ولا haploid. بمعنى ان ال 46 دول ديبلويد، الهابلويد هما 23، تمام، فهما الاثنين ديبلويد، بس الديبلويد كل واحد فيه كام كروموزوم بقى؟ لا هما مختلفين في عدد الكروموزومز، لكن هما الاثنين 2N، فهما نفس الكروموسومال ساتس، هما الاثنين ديبلويد، بس هنا الديبلويد بتاع ده فيه كام كروموزوم، والديبلويد بتاع ده فيه كام كروموزوم. يعني ديبلويد اوف هيومن فيه 46، ديبلويد اوف دوج فيه 78، ديبلويد اوف بي بلانت فيه 14، تمام. هنا الدبلويد هما الاثنين ديبلويد، بس كل واحد بقى فيه كام كروموزوم اكيد مختلف، وقلت لكم ان number of chromosome differs from one living organism to another، مش زي بعض في عدد الكروموزومز، الا انواع قليله جدا من living organisms بتبقى قريبه من عدد الكروموزومز، او قد تبقى نفس number of chromosomes. The action mechanism of interferons is similar to that of A in that both of them are cell stimulator. Interferons بتنبه الهيلثي سيل عشان تنتج انزيم to stop the replication enzyme of the virus، يعني بتوقف spreading of the virus، فهي بتنبه الهيلثي سيلز، فتعتبر interferon a stimulator for a cell. طب مين هنا بينبه السيلز برضو او ستيميوليت، بينبهها تعمل حاجه؟ ليمفوكاينز بتعمل كيلينج للسيل، بتموت السيلز، وبتنبه برضو البي سيلز ان هي تعمل ستوب برودكشن اوف انتي بوديز، بس التنبيه ده يعتبر انهبيتور مش ستيميوليت، بتعمل لها انهبيت ان هي تنتج الانتي بوديز. طيب كيموكاينز، سايتوكاينز، معلش، سايتوكاينز بتعمل استيميوليت للتي سي، بتعمل استيميوليت للناتشرال كيلر، بتعمل استيميوليت للماكروفاجز،
بتنبه سيلز كتير جدا، فطبعا هتبقى أدق إجابة هنا بي. هل كومبلمنتس بتعمل استيميوليت للسيلز ولا بتعمل لايسنج لممبرين اوف ذا باثوجين او بتعمل انتي توكسيك للتوكسيك انتيجين؟ طبعا وظيفتها تعمل انتي توكسيك او لايسنج للممبرين اوف باثوجين. هل انتي بوديز بتعمل استيميوليتنج للسيلز؟ لا. فانا كده هبتدي احتار ما بين ليمفوكاينز وما بين سايتوكاينز. ليمفوكاينز ما هي بتقتل التي اس وبتقتل التي اتش والتي سي، يبقى ليمفوكاينز بتعمل ايه؟ ها تل تي سي والتي اتش، وبتعمل انهبت للبي ان هي تنتج انتي بوديز، يبقى كده مش ستيميوليتور، كده انهبيتورز، بتوقفها تنتج انتي بوديز. لكن مين اللي بيعمل استيميوليت وبينبه السيلز؟ سايتوكاينز بتنبه عدد كبير من السيلز، زي مين؟ زي ناتشرال كيلر، زي تي سي، زي ماكروفاجز، زي بي سي بي سيلز، بتنبه كل السيلز ديت في وقت السيلولار اميونيتي. all the following are from application of recombinant nucleic acid technique except اللي هو recombinant DNA. modification of plant to make them more resistant to pests. طبعا دي من ضمن الاستخدامات للrecombinant DNA، ان انا استخدم اعمل plants او strains more resistant to diseases، فدي صح. production of genetically modified plant، ان انا انتج plant genetically modified، طبعا ما انا ممكن ادخل له جين مش موجود فيه، زي ان انا انقل جين اللي بيسمح للplant تستضيف تعمل هاوسنج لل نيديولار بكتيريا او البكتيريا اللي بتعيش في الروتس اللي بتعمل فيكسنج للنيتروجين، ده اسمه جيناتيكالي موديفايد بلانت، انا كده نقلت له جين. برودكشن اوف هيومن بروتين ان ذا بكتيريا، انا ممكن اخلي البكتيريا تنتج هيومن بروتين لايك انسولين انترفيرون. يوسج اوف بكتيريا فور ديتكتنج ذا بريزنس اوف كارسينوجينيك سبستانس، ما قلناش خالص ان ريكومبرنت دي ان ايه بستخدمه عشان اعمل ديتكت للانفكشن باي كانسر او الكارسينوجينيك سبستانس، فهتبقى اجابتها نمبر دي. بيلف ويدور المعاصر حوالين الباراميسيوم، جابها كذا مرة ان الباراميسيوم ده ليفنج اورجانيزم يونيسيلولار بيعمل باينري فيجن، وبالرغم ان هو بيعمل باينري فيجن الا ان هو اوقات لما بيتعرض للانسوتابل كونديشن بيعمل كونجيجيشن. تمام، جابها بكذا طريقة وجابها في كذا سؤال، واعتمد على ان احنا خدناها في سؤال فاوريدي تبقى علينا في المنهج. طيب ايه الجزء اللي علينا في المنهج فيها؟ في كونجيجيشن. كونجيجيشن كان مكتوب ان سام الجي سام بروتوزوا، من ضمن البروتوزوا باراميسيوم، يبقى باراميسيوم ده اساسا بروتوزوا، وبروتوزوا بتعمل كونجيجيشن، ده موجود عندنا في المنهج. البروتوزوا دي بتعمل كونجيجيشن هي وسام فانجاي، يبقى سام فانجاي سام الجي سام بروتوزوا بتعمل كونجيجيشن. تمام، طيب تعال نشوف الكونجيجيشن مكتوب هنا بطريقه ازاي. Paramecium is from protozoa which is produced by binary fission and sometimes by fusion of the nuclei of two cells together. هي unicellular two cells معناها كائنين بقى، ما هو اصلا كل كائن عبارة عن one cell، فمعنى ان two cells together يعني two individuals اندمجوا مع بعض، يبقى ده يعتبر ايه؟ conjugation. Which of the following statement is correct؟ طبعا conjugation يعتبر sexual reproduction وبيديني diversity أعلى أو adaptation أعلى. The resulted individual from binary vision are genetically valid. Binary vision ده asexual، بيبقى identical to the parent. The resulted individual from the fusion of the nuclei اللي هو from conjugation are genetically valid. ده بي. Genetically valid يعني متنوع أو في variation أو في adaptation، طبعا هتبقى بي. Both the resulted individual from binary fission and diffusion of nuclei are valid. لا. Binary fission identical ده asexual. Both resulted individual from binary fission and diffusion of nuclei are genetically similar. لا. Conjugation بيدي variation أو بيدي تنوع، لأن نوع من السexual reproduction بيعتمد على two parents. Question number 49. The nitrogen
nitrogenous bases in the DNA molecule can be identified through the following mathematical relation except. احنا عندنا الرول الثابتة عندنا ان A دايما equal T و N G equal C. عشان احول لي equation اقول ان A plus G equal T plus C. تمام. البلاس دايما تتحط ما بين اتنين ما بيعملوش مع بعض بندنج، يعني ما ينفعش اقول A plus T، دي هتبقى غلط، هي اصلا اجابتها C. تمام، ما ينفعش اقول A plus T، البلاس مش هتتحط ابدا ما بين اتنين مع بعض بيحصل لهم بندنج. طيب ممكن اقول كمان، ممكن اقول ان A plus C equal T plus G. يبقى ممكن اقول ان A plus C divided T plus G equal 1، يعني دي صح وردي دي صح عشان الرول اهي، يبقى A صح و B صح. والT plus G تقريبا 50% فدي تبقى صح. مين كمان يبقى صح لو قالك A plus C تقريبا 50%؟ تمام، nearly 50% فده يبقى ايه؟ يبقى صح. يبقى هنا الرول الأساسية عندي إن A equal T وإن G equal C. يبقى A plus G equal T plus C. ممكن أعكس T plus G equal A plus C. أهم حاجة لما أحط البلاس أحطها ما بين اتنين ما بيرتبطوش مع بعض، عشان ما تنسوش دايما البلاس ما بين اتنين ما بيرتبطوش مع بعض. شوفوا أول ما البلاس اتحطت ما بين اتنين بيرتبطوا مع بعض A و T، طلعت الرول دي غلط. تمام، طبعا النص بيبقى بيورين والنص التاني بيبقى بيريميدينز. تمام، and the opposite graph the letter A refers to A. طبعا هو كان لازم يقولك ان ده سبيروجايرا، لازم يقول كده بصراحة، هو يعني اعتمد ان احنا شفنا الجراف كتير وحللناه على انه سبيروجايرا فخلاص حفظناه يعني، فلازم يقولك ان ده سبيروجايرا. طبعا السبيروجايرا فيلمنت بيبقى ان، بعد كده بيعمل conjugation يديني زايجوت، يبقى ده هيبقى زايجوت، بعد كده يتحول لزايجوسبور، وزايجوسبور هو اللي بينبت علشان خاطر يديني new filament وقت improving unsuitable conditions، فطبعا ده هيبقى اجابتها رقم D اللي هي زايجوسبور. بس انا معرفش ليه هو ما قالكش في المسألة ان ده هو سبيروجايرا، وكان المفروض يقول كده بصراحة عشان خاطر مش المفروض ان احنا حافظين ان دي رسمة السبيروجايرا، بس اعتقد ان انتوا حفظتوها. Which of the following hormone doesn't contribute in metabolic process of carbohydrates؟ هو growth hormone ليه علاقة بميتابوليزم عموما، especially protein، يبقى هو ليه علاقة بالميتابوليزم in general and especially protein، فهو ليه علاقة بميتابوليزم of carbohydrates. VH اللي هو vasopressin هرمون او اللي هو ADH ملوش علاقة خالص بالميتابوليزم، ده بينبه النفرونز تعمل reabsorption للووتر، فملوش علاقة بالميتابوليزم. TSH طبعا ليه علاقة بميتابوليزم of carbohydrates، وجلوكاجون ليه علاقة بميتابوليزم لانه بيحول الجلوكوز into glycogen، فطبعا هيبقى VH هي الإجابة الصح. الرسمة اللي جاية دي أعتقد أنتوا مش أول مرة تشوفوها. هنا دول تو أمينو أسيدز، دي كاربوكسيل ودي أمين، هيتحد اتنين أمينو أسيد مع بعض يعمل لي حاجة اسمها داي بيبتايد، وتالي أنا قلتها لكم أكتر من مرة، تو أمينو أسيدز يعملوا لي حاجة اسمها داي بيبتايد مولكيول، وبيخرج 1 ووتر مولكيول نتيجة اتحاد كاربوكسيل مع أماين. بتستنى هنا واحدة فري أماين اللي هي NH2، والناحية التانية بيبقى فيه 1 كاربوكسيل اللي هي COOH. فري أماين وفري كاربوكسيل، مهما زاد عدد الأمينو أسيدز بتستنى واحدة فري أماين واحدة فري كاربوكسيل، 2 أمينو أسيدز يعملوا لي داي بيبتايد. When putting red blood cells whose concentration is X، يبقى red blood cells دي concentration بتاعها نفسه X، in saline solutions they were as shown in the following figures، حطناهم في saline solution محلول ملح،
therefore the concentration of solutions for cells 1, 2 and 3. 3 ما تغيرتش، يبقى 3 هي x، يبقى الكونسنتريشن بره زي جوه. ما هو قال لك الكونسنتريشن جوه x، يبقى بره هو كمان x، بدليل لا الووتر خرجت ولا دخلت، يبقى 3 هي x. يبقى انا هختار ما بين c ودي. هنا حصل لها شرانك، يبقى الكونسنتريشن اعلى. هنا حصل لها ديستراكت او انفجرت، يبقى الكونسنتريشن اقل، الووتر دخلتها. يبقى هنا الكونسنتريشن اعلى x بلس 1، يعني more concentrated. يبقى هنا اتحطت for more concentrated، بدليل ان هي حصل لها shrink. يعني ايه shrink؟ يعني water passes by osmosis from inside the cell. يبقى ووتر اتحركت بالاسموزس من جوه لبره. طب عشان الووتر تتحرك من جوه لبره يبقى اتحطت في مور كونسنتريتد، لو هي الكونسنتريشن بتاعها اكس يبقى بره مور اكس بلس 1. طيب دي حصل لها ديستراكشن، فلو دي اكس يبقى بره اكس ماينس 1، يعني less concentration. less concentration يعني ووتر اكتر، فالووتر اتحركت من بره لجوه، تمام. فنتيجة ده حصل distraction او انفجرت السيل، فهتبقى الاجابة كده number C هي اللي دقيقة. question number 54. when seeing a tiger، ده طبعا حاجة مخيفة، seeing a tiger كده خلاص بدأنا على طول بالسنس organ، يبقى ده السنس، سوري ده كده سنس organ خلاص كده. هو قال لي السنس organ هو البداية اللي هو seeing a tiger. which of the following arrangement illustrates the response؟ خلاص مش عايزة السنس organ، هو مكتوب في المسألة. سنس organ هينبه النيرفس سيستم، النيرفس سيستم هينبه الأول الاندوكرين سيستم عشان ينتج أدرينالين، يبقى كان ممكن احط هنا في النص endocrine system، والendocrine system يعمل muscular contraction عن طريق ادرينالين، وده يحرك skeletal system، فتبقى الاجابة number C. تعال نشوف بقية الاختيارات غلط ليه. هل اول ما اشوف المسل هتتحرك من غير order من البرين؟ لا طبعا، يبقى لازم nervous system على طول. هل nervous system بيودي الorder للskeletal system اللي هي البونز ولا للمسل؟ طبعا للمسل، فهتبقى الاجابة number C هي اللي صح. question number 55. طبعا ده جيلي فيش، ميل اند فيميل، اوفا، سبيرم، زايجوت، بعد كده كبر، تمام. illustrate the life cycle of jellyfish process that produce genetically different cells. process x تعتبر meiosis، صح كده؟ وقلت لكم قبل كده ان meiosis بيعمل variation عشان بيحصل فيه crossing over، ف process x بتعمل variation، ولما دول يندمجوا بيدوني جيناتيكالي موديفايد او معلش جيناتيكالي ديفرنت ليفنج اورجانيزم. يبقى اكس اند واي، لان اكس بالنسبه لي مايوزس، وواي ذا فيوجن اوف تو سيلز ادتني نيو سيل، السيل ديت مختلفه جيناتيكالي عن الاثنين دول، يبقى السيل دي مختلفه جيناتيكالي عن الاثنين دول. طب الاوفا، الاوفا هنا اتكونت بالميوزس، والسبيرم اتكون بالميوزس، وميوزس بيديني جيناتيكالي ديفرنت سيلز عشان بيحصل فيه كروسنج اوفر، فتبقى اجابتها سي. يبقى كده اجابتها هتبقى اكس اند واي، يبقى اكس اند واي اللي هي اجابه نمبر سي. طيب هل اكس اونلي تعتبر صح؟ هي اكس ادتني سيلز بالميوزس، السيلز دي ديفرنت عن البيرنت لان ميوزس بيعمل كروسنج اوفر، والسيل دي مختلفة عن التو سيلز دول جيناتيكالي لانهم الاثنين هيحصل لهم فيوجن، ودي هتبقى بلند ما بينهم او خليط ما بينهم. زد تدي ايدنتيكال، ال تدي ايدنتيكال لان زد تعتبر ميتوزس، وال تعتبر برضو ميتوزس، هما الاثنين يعتبروا ميتوزس ديفيجن، تمام. فهتبقى اجابتها نمبر سي.
If the nucleotide sequence on mRNA strand runs as the following. So the number of anticodons, عايز الانتيكودونز او number حتى of amino acids دول كده اول 3 حط ما بينهم بس اي علامة. تمام، ادي كده كمان 3 وعودوا نفسكم تحلوا بالشكل ده، كمان 3 كمان 3 وركزوا في اي حاجة بتبتدي باليو عشان ممكن تبقى ستوب كودون. اه لقيت واحد بيبتدي بالكود يو اللي هو يوجا، اهو ده ستوب كودون، ده ملوش انتي كودون، ملوش تي ار ان اي بيرتبط بيه. نعد بقى اللي احنا عملناهم اهم 1 2 3 4 5، يبقى ده يوجا وده بولي ادينين تال وده يوجا. عدد الكودونز هنا 6، يبقى number of codons equal 6. طيب number of amino acids equal 5. تمام، يبقى number of amino acids equal كام؟ equal 5. هو عايز هنا الانتيكودون هي نفس عدد الامينو اسيدز هتبقى برضو 5، فهتبقى اجابتها number B. طبعا الستوب كودون ملوش انتي كودون لانه ما بيرتبطش اساسا بالتي ار ان اي. Which of the following is not expected to occur when leaking of amniotic fluid from the uterus during pregnancy؟ يعني يتسرب الفلويد اللي حوالين الجنين، يعني الووتر او الليكويد اللي حوالين الجنين يقل. Exposure of the mother to an early delivery، اه في اوقات كتير هنقول لكم انتوا دكاتره لما بيقل الليكويد اللي حوالين الجنين بيضطروا يعملوا early delivery لانهم بيخافوا على الجنين ان هو يحصل له dryness او ان هو يتعرض للشخص. بس انتوا هتشكوا فيها لان انتوا مش دكاتره، فسيبها على جنب كده ونشوف هنلاقي حاجه متاكدين منها ولا لا. تمام، طبعا هي عايز not expected. Decrease in the rate of oxygen that supplies the embryo. هو الامنيوتك فلويد ليه علاقة بالاكسجين اللي بيوصل للامبريو ولا الاكسجين بيوصل للامبريو عن طريق بلاسنتا؟ هو قال لهم ان في مشكلة في البلاسنتا او الامبليكال كورد. لو في مشكلة في البلاسنتا او الامبليكال كورد يقل كمية الاكسجين اللي بتوصل للامبريو، لكن الامنيوتك فلويد ملوش علاقة بكمية الاكسجين اللي بتوصل للامبريو نهائي، فهتبقى دي not expected. تمام، وكده الاجابة واضحة. طب نشوف اللي بعدها expected ولا لا. Movement of the embryo in uterus هتبقى slow طبعا لان هيبقى الليكويد اللي حواليه قليل فهيبقى حركته ابطأ. Exposure of the embryo to external shocks اكيد لان اصلا الفلويد ده كان بيحميه من الاكسترنال شوك. على فكرة دي الوحيدة اللي موجودة دايركت عندنا في المنهج، والاتنين دول تتوقعوهم او تستنتجوهم او already هتحط ايديكوا على الاجابة الصحيحة اللي ليها الريليشن بالمنهج. احنا في منهجنا اللي بيعمل سبلايمنت للاكسجين هي بلاسنتا، هو قال لك ان في مشكله في البلاسنتا او قال ان في مشكله في الامبليكال كورد؟ لا في مشكله في البلاسنتا ولا في مشكله في الامبليكال كورد، مفيش مشكله في الاثنين، يبقى اوريدي الاكسجين هيوصل للجنين بمنتهى السهوله. The following graph illustrates the level of glucose in the blood of a person that ate a balanced meal at 7 a.m. اكل الساعة 7 ميل. تمام، طب تتوقع الانسولين يعلى امتى؟ طيب هو اول ما هياكل هيبتدي الجلوكوز يعلى، يعلى مع الانسولين، مش هيقلنا مصحب الجلوكوز بيعلى مين؟ من عندي تو بدأ يعلى. تمام، طالما الجلوكوز هيعلى يعلى معاه مين؟ الانسولين. يبقى هيعلى الانسولين هنا بعد كده يقلل الجلوكوز ليفل، هم اصحاب مع بعض. يبقى انا لو انا هرسم الجراف بتاع الانسولين هنا هرسمه ازاي؟ لو هرسم الجراف اوف انسولين هرسمه بالظبط كده، الانسولين ماشي مع متفقين ان هم اصحاب على اي جراف، هنا بيعلى الجلوكوز يبقى بيعلى معاه الانسولين، اول ما يبتدي يقل الجلوكوز يقل معاه الانسولين، اصدقاء مع بعض. يبقى لو هرسم الانسولين هرسمه كده. تمام، لكن لو هرسم الجلوكاجون بيرتسم العكس عكسه. تمام، الهرمون اللي بيقلل اي حاجه بيبقوا اصحاب مع بعض على الجراف وانا معوداكوا كده. طيب هنا بيزيد الجلوكوز يبقى بيزيد مع الانسولين، باي انكريزنج الجلوكوز ليفل يزيد الانسولين علشان يقلله، فهيزيد الانسولين فيقلله،
فيكون بيزيد في انهي جزء من اول 2 لحد 3 بيزيدوا مع بعض. بعد كده طالما بيقل الجلوكوز يبقى هيقل معاه الانسولين. ما تتلخبطوش بعد اذنكم في حاجه زي دي، يعني ما حدش يحلها مثلا من 3 ل 4. انا قايله لكم قبل كده كذا مره ان الهرمون اللي بيقلل اي حاجه بيبقوا اصحاب مع بعض على الجراف، فطالما هنا بيزيد الجلوكوز يبقى هيزيد معاه الانسولين. يبقى in which period does the secretion of insulin hormone increase period من 2 ل 3. طيب بيقل الجلوكوز هيقل معاه الانسولين، يبقى بيزيدوا مع بعض وبيقلوا مع بعض على اي جراف، وده لوجيك يا جماعه. انا قلت ان الهرمون اللي بيقلل اي حاجه تاثيره عليها انفرس، لكن تاثيرها عليه هي دايركت. بيزيد الجلوكوز يبقى هيزود الانسولين، تمام. يقل الجلوكوز هيقل معاها الانسولين لان اوريدي وظيفته خلصت، فهتبقى اجابتها من 2 ل 3 اللي هي اجابه نمبر بي، تمام. The process of DNA replication in the yeast fungus occurs in A. في النيوكليوس بس ولا في الميتوكوندريا بس ولا each of cytoplasm and the nucleus؟ وكمان ميتوكوندريا طبعا في cytoplasm ونيوكليوس، وميتوكوندريا لو موجودة في نفس الاختيار كانت هتبقى صح، فأجابتها هتبقى نمبر دي مش نيوكليولس، هي نيوكليوس، فأجابتها هتبقى نمبر دي. يبقى replication بيحصل في cytoplasm في النيوكليوس وفي كمان ميتوكوندريا inside the yeast fungus. Question number 60. From the opposite figure which conclude that X and Y. طبعا دي fruit، ف X جاي من ال ovary Y من ال ovule، فهتبقى X ovary Y ovule، فهتبقى اجابتها number A، وده طبعا واضح في السكول بوك ان ال ovary بيدي fruit وال ovule بتدي seed، والرسمة واضحة برضو قدامكم. ovary هو الفروت اللي هو X و ovule هي the seed. كده الحمد لله خلصنا exam number 14، وهيبقى فاضل لنا exam واحد. انا شايفة ان الامتحانات ديت كفر جدا للمنهج، ولو انتوا انجزتوها وخلصتوها تبقوا رجعتوا المنهج بالكامل باذن الله، وان شاء الله الافكار اللي هتيجي في الامتحان ما تخرجش من الافكار اللي موجودة في امتحانات المعاصر باذن الله.